تعملي معاه خروجه ثابته. نبكو ثواب، نبكو ثواب بنت بتحب تخرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع السيده عائشه في الليله، لما يجي القمر تبقى ليله مقمره يخشوا يمشوا مع بعض. خرجيها، خرجيها والبنات تحس ما تبقاش بين اربع حيطان. شفت الولد مش معنى اخويا يعني هو بيخرج وانا لا، وتبقى حاسه امتارتني ما طلعت بنت. لا، خرجيها خروجه شهريه، انزلوا كلوا ايس كريم، حلا بس يا ستي هاتي اي حاجه من على الناصيه وتعالوا ترمي اي حاجه، المهم تخرجي معاه، اعملوا شوبنج البنات مع بعض، توك بقى ومش عارفه ايه اللي بالضوافر وايه حلو حلو، بيفرحوا بالكلام ده. عمرها ما هتنسى الخروجه، بس بشرط خروجي معاها، بس بشرط نبكوا ثواب، بلاش نكدي عليها، بلاش الخروجه اللي كلها نكد. ويا اليوم اللي خرجنا فيه، فاكرين كانوا عاملين كوميكس بتاع البطه وعيالها على اليوم اللي خرجنا فيه والعيال عمالين مش عارفه ايه يقولوا بسبب النكد. اوعي تزيلي الخروجه بنكد، لا بفرحه وحاجه جميله وكان يوم حلو واتكلمنا وعملنا واشترينا وفرحنا. اعملي الرابطه دي مع بنتك واشبعي الامر ده جواه بدل ما تحب تخرج بره مع حد تاني. اربطي الخروجه بالفرحه والضحك، اشتري لها اكسسوارات زي ما قلت لك، افتحي معاها مواضيع تخصها، ساعديها انها تتكلم معاكي وتفتح قلبها معاكي. تمام كده؟ طيب سابع حاجه، لازم يكون ليكي وقت معاها. يعني ايه؟ حاجه اسمها معايشه اليوم، 10 دقايق كل يوم. اساليها عامله ايه، خشي الاوضه بتاعتها خبطي عليها وكلميها مباشر، او ممكن تكون رساله، ها لو هي من النوع اللي بيحب يكتب، او الايموشنات اللي طالعه حلو جدا جدا، يبقى تطمني بس عليه. يبقى يا اما اتصال مباشر تروحي لها غرفتها او يتجمعوا عندك، عارفين سرير ماما وقعده ماما والعيال كلها فوق اهو بقى جميل، يتجمعوا كل الاولاد ما بينسوش الامر ده حتى مهما يكبروا، يا امتى نروح عند امي عشان نقعد بقى كلنا، ولازم كلنا في نفس المكان. لازم لكل عيل من عيالك والبنتك خصوصا يكون لها 10 دقايق معايشات اليوم. الامر الثاني رسالات الواتس اللي بيحبوا، ولا سناب، بيحبوا السناب ما يعرفوش يعملوا ستريك كل يوم على السناب، فاهمش ايه الموضوع الستريك بتاع كل يوم ده. المهم تطمني عليها، رساله حب حلوه، البنات بتتأثر جدا لو زيتيها بأموجي حلو، ولما أمهاتها تقول لها الكلام ده تتشجع على فكرة. تفقدي حالها، أنا بس بسأل عليكي، أنا بس قلبي كده معرفش أنام من غيره، ولازم طبعا مينفعش ينام إلا بطقوس وهنقول عليه. إيه البنت سر أمها، البنت حبيبة أمها، وتقولي لها كده ده أنت حبيبتي وتطمنيها، والله ده ربنا هيكرمك، بصي ده أنا راضية عنك، ده أنت طيبة جدا جدا جدا، خلي بالك من التكات الفلانية، بكرة ربنا يسرها لك، بصي هدعي لك هدعي لك هدعي لك. تطمن، تحس بالأمان والاطمئنان. مالك يا قلب ماما؟ مالك يا روح قلب ونبض أمك من جوه؟ ها شكلك متغير، أنت تعبانة مرهقة؟ طب مالك؟ طب أعمل لك حاجة دافية؟ ها شوية إيموشينات بقى على مش عارفة إيه وحاجات بتاع البنات اللي بيحبوها دول. تمام؟ أجمل شيء في فترة تعبها، وركزوا معايا، فترة الحيض وتعب البنت الشهر اللي بتبقى نفسيتها طالعة نازلة فيها مش عارفة بتعمل إيه، وقت الحيض الله سبحانه وتعالى رفع تكليف صلاة وطواف بكعبة، تخيلي صلاة وصوم عبادات أهي، يعني خليها محل اهتمام. واسمعي اللي بقولك عليه ده، اعملي لها حاجات دافية ريحيها، ماشي بقى شوكولاتات وآيس كريمات ده لو كلت يعني، المهم تحس إن في جو مختلف في الفترة دي. حاولي تكوني جنبها، حسسيها بالامان والدفء العاطفي، بيفرق جدا جدا ان تطلع لك بنوته حنونه بتراعي الاخرين. ليه؟ لان هي شافت امها بتعمل معاها كده. تامن حاجه، بعت لها كوميكسات مضحكه، اختاري بقى الكلمات اللي هي بتقولها، يعني مثلا تيجي مثلا صوره تقول لك إيه؟ ايه انا بقى والله ربنا ياخدني من الطلبات ده، طلعت صوره كده بتاع ربنا ياخدني، بعتيها لها كده كانك بتضحكي. او مثلا اللي مش بتحبوني، صوره العصفوره في وسط اخواتها كده المضحكه اللي بتعمل الكوميكسات ومش عارفه ايه، او صوره الارنب اللي طلعت بياكل جزر وشغال عمال بياكل جزر طول الليل في الشتاء، يقول لك مكتبي عليها حالتنا ليلا واحنا كده جعانين دايما وبنطلع نخلص الثلاجات. الحاجات اللي البنات بتفرح بيها.